خاصة الهجن في هذا السن، سن الكبار والمسافات الطويلة وأشواط رموز هذا اليوم الأول لسن الكبار تتواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام في الوطن العربي الكبير، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. ننطلق في هذا اليوم الجديد من أيام جائزة زايد الكبرى وانطلاقة سن الكبار. نبدأ بسن الثنايا ونبدأ أيضا برموز الفترة الصباحية، وهناك وضع أيضا 13 رمزا لهذه الفئة العمرية، 5 في الصباح و8 في المساء، ترافقها أيضا الجوائز النقدية المجزية. مباشرة نسير مع شوط البندقية والخاصة بالجعدان الثنايا، الشوط المفتوح، نسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، حيث أجد شعار هملولة على الصدارة الأولى على أيضا مقدمة هذا الشوط، ليتقدم شاهين لمحمد بن سلطان بن مرخان صعب المضمرين، يقدم هذه الانطلاقة. بينما المركز الثاني هناك الوصول والدخول من الصداوي محمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، يقدم لنا الصداوي على ثاني المراكز. المركز الثالث الوصول والدخول هنا من خلال هذه المنافسة، القادم في ثالث المراكز ووصول جميل للغاية في منافسات هذا اليوم، ياتي هوجاس منصور بن سعد بن جذل الأحبابي، يقدم لنا هوجاس في هذه الانطلاقة، خذ المركز الثالث. المركز الرابع متعب راشد بن سعيد بن عمرو الشامسي على رابع المراكز. بينما المركز الخامس هناك وصول جديد على خامس المراكز في تحديات هذه الانطلاقة، شعار بو ناصر يتقدم، هناك ايضا من ياتي ميلان لناصر بن محفوظ بخميس لينيبي، والدخول القوي. شوفوا المنافسة المبكرة من خلال تواجد مداهم احمد بن عبد الله بن ضاحي، ايضا يتقدم ويقدم لنا هذه الانطلاقة، غير وخذ المركز الخامس. هذه نتيجتنا وندانا الاول للخمس المراكز الاولى، لمن بندقية الجعدان الثنايا المفتوح، لمن سوف تكون، اين سوف تذهب في فترتها الصباحية، في ايضا الرموز المضافة لهذا المهرجان والذي ياتي تزامنا مع احتفالات دولة الامارات بعيدها الوطني 50 المجيد. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، شاهين على المركز الأول، شاهين على صدارة هذا الشوط. محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم في الصدارة في المركز الأول في الأداء المتميز. هناك من يقدم لنا شاهين في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي. بينما هناك المركز الثاني، هناك الوصول من الصداوي، تدخل الصداوي لأيضا محمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، يقدم لنا الصداوي، ولكن منصور وصل معه جاس، منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي يتقدم بو سعد ليقدم لنا نوعياته الفريدة ويقدم لنا انطلاقاته المميزة. مش غريبة عليك يا منصور، مش غريبة عليك يا منصور، أنت من تبحث عن الزيادة في الرموز. يتقدم، خذ المركز الثاني. المركز الثالث متعب راشد بن سعيد بن عمر الشامسي يتقدم. المركز الرابع الوصول في رابع المراكز من شاهين محمد بن هاشل بن راشد بن خاطر، ولكن وصل الجري، وصل شاعر القمة ليقدم ايضا مضياف سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي. مرحبا يا ابو احمد، مرحبا يا ابو سيف بهذه المشاركة الجميلة وهذه التحديات الكبيرة. واحد من الاسماء الذي تخرج من مدرسة زايد طيب الله ثراه ياتي
المشاركة القوية والمحافظة على المشاركة في هذه الجائزة. فمرحبا بالجميع هنا في عاصمة الملايين، لأن الجوائز كلها ملايين وتسعيرة الرياسة ملايين بالفعل. هنا عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة الشوط، ليتقدم شاهين، لياتي شاهين على الصدارة من البداية الأولى. أيضا محمد بن سلطان بن مرخان صعب المضمرين، أحد الأسماء العملاقة، أحد الأسماء الشهيرة، أحد الأسماء القوية، أحد الأسماء التي تتطلع إلى الرموز. بالفعل هنا يقدم هذه الانطلاقة، بينما مضياف في المركز الثاني يتقدم سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث يقدم لنا أيضا الجذاب، أو هذا عفوا المركز الثالث، ياتي هجاس منصور بن سعد بن جذلة الأحبابي. وين الموقع؟ جسر العبور، جسر العبور، الثلاثة كيلومترات المتبقية، الرمز الغالي، الرمز الغالي، البندقية لمن؟ البندقية لمن؟ أين سوف تتجه بندقية الجعدان الثنايا في الشوط المفتوح؟ يا سلام. المركز الرابع متعب وصل، راشد بن سعيد بن عمر الشامسي يتقدم الشامسي، وبن هاشل أيضا يتقدم، محمد بن هاشل بن راشد أيضا الخاطري مع شاهين اللي خذ المركز الخامس. هذه الخماسية، هذه الفايف ستار، هذه الانطلاقة، هذا هو التميز الكبير. أرى أسماء قادمة، شعارات عملاقة تبحث عن هذا الرمز، تبحث عن هذا الفوز، تبحث عن هذا الانتصار القوي والجميل. غير مضياف، غير مضياف، غير مضياف إلى الصدارة، بدأ ينطلق على المركز الأول. سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي على الصدارة، على المركز الأول، على مقدمة هذا الشوط. يتقدم، 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 وكأني أرى خلاب وذكرياته الجميلة. يا بن دري، يا بن دري، يقدم لنا مضياف على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى. المركز الثاني شاهين محمد بن سلطان بن مرخان، يقدم لنا شاهين على ثاني المراكز. المركز الثالث وصله جاس منصور بن سعد بن جذلة الأحبابي، يتقدم ليقدم لنا هذه الانطلاقة على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الأسماء، وصل مداهم أحمد بن عبد الله بن ضاحي، والدخول الجديد من مبلش رياض بن ثامر بن سليمان السعدون، وصل شعار السعدون بقيادة عبد الله بن طوير الشلو. مرحبا بالجميع، ومرحبا بالجميع. أرى نجد واصل، وصل نجد، أحد الأسماء الوثباوية الخطيرة. سالم بن بخيت بالسم المنصوري يتقدم مع نجد في هذه اللحظات، ولكن مضياف، مضياف على الصدارة، مضياف على المركز الأول، مضياف على مقدمة هذا الشوط، والمركز الأول والصدارة الأولى والمقدمة الأولى. مضياف على الصدارة، مضياف على المركز الأول، على الصدارة. سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، الفلاحي، أبشر بالبندق يا أبو أحمد، لأن مضياف على الصدارة، على مقدمة الشوط، على الصدارة الأولى، على المقدمة، على المنعطف الأخير، التحدي المثير. الله، وصل نجد، وصل نجد، واحد من ابناء الوثبة بخيت بالسم المنصوري يتقدم ليقدم لنا نجد. هناك سالم بن بخيت بالسم المنصوري، شاهين في المركز الثالث، محمد وسلطان بن مرخان المركز الرابع، يتقدم الكايد عاطب بن عطية بن حسن القرشي وبن حلفان يرافق هذا الاسم. المركز الخامس، اول نداء، اول نداء هناك لرمحان محمد بن غانم بن علي بن حمود. مضياف، مضياف، الكيلو متر الاخير، الكيلو المثير، الكيلو المثير. مضياف على الصدارة، مضياف على المركز الاول. العصافة الابطان، العصافة الابطان، وصل القرشي، وصل
وصل القرشي الكايد الكايد عاطف بن عطية القرشي ما شاء الله، سرعة جنونية من الطائف قادمة من الطائف قادم هناك يقدم لنا هذه الانطلاقة من المملكة العربية السعودية، وبن حلفان راشد بن حلفان يتابع مضياف على الصدارة، سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، هنا الكايد هنا الكايد هنا الكايد بدأ يغير الصدارة بدأ يغير المركز الأول، عاطف بن عطية بن حسن القرشي على مقدمة الشوط على المركز الأول على الصدارة الأولى على المقدمة الأولى ليتقدم في مقدمة الشوط، يا سلام يا سلام عاطف بن عطية القرشي القرشي يقدم لنا الكايد، سلام 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 إلى أبناء المملكة المملكة العربية السعودية، سلام على هذا الأداء وسلام إلى عروس المصايف إلى الطائف إلى الطائف مع الكايد عاطف بن عطية القرشي، شكرا راشد بن حلفان المري على هذا الأداء المتميز والتحدي المثير، ممدوح وصل ممدوح وصل خليفة بن سلطان بن رشيد، ولكن الكايد تهانينا والناموس على هذا الفوز، المركز الثاني ممدوح خليفة بن سلطان بن رشيد، المركز الثالث وصل فيه أيضا هناك نجد من وصل ثالثا ليقدم لنا انطلاقته، نجد في المركز الثالث يأتي بشعار سالم بن بخيت بالسم المصول، المركز الرابع دخول جميل للغاية من خلال تواجد الشامخ صالح بن راشد بن محمد المري، والمركز الخامس كان أيضا العفريت سعيد بن علي بن سعيد البريس المري، تهانينا والناموس، هكذا الكايد يفوز بهذا الرمز ويهدي أيضا عاطف بن عطية القرشي هذا الفوز والانتصار، مش غريبة على هذا الشعار حيث سجل توقيت زمني 12:18 من الثانية، هنا مشاهدين الأعزاء يسجل التوقيت الأفضل في هذا الصباح 12:18 من الثانية، المركز الثاني كان هناك أيضا ممدوح خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي، أيضا شعار دكتور الأصايل ب 12:20 6 من الثانية، تهانينا والناموس، المركز الثالث كان الوصول جميلا للغاية في انطلاقة المركز الثالث حيث قطع مسافة السباق في 12:23 8 من الثانية، هو نجد سالم بن بخيت بالسم المنصوري، تهانينا لو الناموس، المركز الرابع الوصول من خلال تواجد 12:24 8 من الثانية، هناك اللي هو الشامخ صالح بن راشد بن محمد المري، والمركز الخامس كان العفريت حيث قطع المسافة في 12:25 وجزءا واحدا من الثانية، تهانينا لسعيد بن علي بن سعيد البريص المري، هكذا أيها المتابعون جميعا انقضى شوط البندقية حيث ذهبت مع الكايد لعاطف بن عطية بن حسن.